هل بكم من شريف؟ هل بكم من غيور على أموال الناس اللي أكلوها السفلة لناس ما تسوى لها زبانة؟ اقرأ للعراقيين حتى تشوف الجريمة اللي صارت بوزارة التربية أمام الله وأمام الأحياء وأمام الأموات. ليش ما ينفتح هذا الملف؟ شركة الوراق، الوراق مال من الوراق؟ كما ثان ما أعرفها والله، لو أعرفها أقول اسمها، بس أكيد أنا يا أستاذ هادي جماعتهم. هذا الآن تقرير من جهة حكومية قبل أكثر من 6-7 أشهر، أنا تحدثت بهاي الوثائق وما حد سمعني وما حد قال، والآن أكو 18 مليار لمكان استهلكت ومليارين، هاي 20 مليار أمام الله وأمام الأحياء وأمام الأموات وأمامك. أريد واحد بالقضاء بالنزاهة بالحكومة السابقة بالحكومة الجديدة يقول لي ليش ما ينفتح هذا الملف والعقد ب 196 مليار. عندك بالوثيقة الثانية أستاذ هادي، إذا طلع وثيقة رقم 2 العقد المبرم، العقد المرقم 8 لتجهيز دفاتر 2019، اقرأ للعراقيين حتى تشوف الجريمة اللي صارت بوزارة التربية. اقرأ للعراقيين الحكومة شو تقول. طبعا بس خلنا نكمل فقرتين فوق وارجع له. يقول قامت شركة النهرين عامة لطباعة وانتاج المستلزمات التربوية بالتوقيع ملحق لعقد المشاركة مع شركة الوراق مرة ثانية في 2018، يتضمن تمديد العقد لمدة 5 سنوات أخرى. أي. ولدى الهيئة الرقابية الملاحظات التالية. أي. جرى توقيع ملحق العقد قبل انتهاء مدة العقد الأصلي ب7 أشهر. أي. والذي كان بتاريخ 29/1/2019، على الرغم من بدء إجراءات دمج الشركة العامة للطباعة وإنتاج المستلزمات التربوية مع دار النهرين للطباعة. أي. طبعا القضية هاي قضية فساد كبيرة جدا. يعني يقول هنا نصت الفقرة 7 من ملحق العقد إلى منع الطرف الأول من إبرام أو مشاركة أي عقد مع أي طرف آخر في المجال الخاص بعقد المشاركة دون وجود مبرر لقبول هكذا التزام دون وجود مبرر لقبول هكذا التزام تعاقدي كونه يمثل قيدا احتكاريا. يعني ما كنت شيء بالعالم. أي طبعا الوزارة أي كل أي جهدها وكل تبذل أمورها أن تبقى توقع عقد احتكاري مع شركة الوراق. أنا شركة الوراق راح أبحث عنها إن شاء الله الحلقة الجاية، أطلعها علما وأطلع لك اسمها وصاحبها منه. الموضوع اللي قلت لي عليه هو ثالثا العقد المرقم رقم الثانية، قيام الوزارة بتوقيع العقد الخاص بطبع وتجهيز دفاتر مدرسية للعام الدراسي 2019-2020 مع شركة النهرين العامة بتاريخ 12/12/2019 وبمدة تجهيز 120 يوما والذي ينتهي في 9/4/2022، أي بعد مرور ما يقارب 6 أشهر من بدء العام الدراسي، مما يؤشر عدم إمكانية الاستفادة من الطبوعات للسنة الدراسية المذكورة. يعني فساد واضح جدا. مو فساد. بعد 6 أشهر من بدء العام الدراسي. هذا مو فساد، هذه جريمة مع سبق الإصرار والترصد أمام القضاء وبشرعنة. أنت تجيب الكتب بعد انتهاء العام الدراسي ب6 أشهر، هذا أولا. الشيء الثاني تعطي استثناءات بطباعة الكتب والوزارة تجهز بعد 6 أشهر. بس أريد أفتهم ليش هذا اللي صار. والشيء الثالث هي قضية الاحتكار وضياع 20 مليار لأجهزة. هذا منو كان الوزير بال2021؟ الوزير السابق عفوا هسه عوف الوزير وزارة التربية، يا كان المسؤول عنها وزارة التربية المن انطوي الوزارة، يا حزب كان ماخذ وزارة التربية
هسه هاي الوثائق من عرضها ببكته نجم الرباعي ما صدقتوا. هسه الحكومة تسولف، الحكومة تقول هل بكم من مجيب، هل بكم من شريف، هل بكم من غيور على أموال الناس اللي أكلوها السفلة لما كنت توزعون الوزارات حصص لناس ما تسوى لها زبانة. هاي هذا هاي فقرة واحدة.